يا هلا والله، مساء الخير ومساء السعادة. طبعا أنا متواجدة في جبل الشعب، وهذا الجبل اللي يرتفع عن سطح البحر 246 متر. طبعا الحاسة كلها بكرمها وبأهلها قاعدة تحتفل وتستعد لاستقبال زوار كأس العالم واللي رايحين لقطر عن طريق الحسا. طبعا خلينا نتكلم أكثر عن هذا الجبل وتفاصيل مع المتحدث الرسمي لأمانة الحسا. يسعد مساك بداية معنا الأستاذ خالد بوش. يا هلا بكم السادة المشاهدين. يعني بداية خلينا نتكلم، أنتم استعداداتكم في جبل الشعبة كيف بالنسبة لسياحة؟ المنتزه جبل الشعبة هو إحدى المنتزهات التي تم افتتاح جزء منها في قبل أسبوعين ليكون إضافة إلى مجموعة المواقع الأثرية والمواقع السياحية التي تزخر بها الأحساء. هذا المنتزه يعني يجاور جبل الشعبة الشهير والتاريخي. المنتزه يقع على أكثر من 1,500,000 مربع. هذا الجبل يحوي على العديد من المكونات الطبيعية، لذلك استحدثنا المسطحات الخضراء إضافة إلى زيادة الرقعة النباتية الموجودة في هذا الموقع، إضافة إلى وجود بحيرة السفلية وبحيرة علوية في أعلى الجبل ينحدر منها شلالين تقريبا مجموع أطوالهم إلى أكثر من 1,100 متر مربع. أضف إلى ذلك هناك وجود جسور معلقة لمتعة النظر ومشاهدة واحة الخضراء من أعلى هذا الجبل. أضف إلى ذلك وجود يعني مظلات جلوس للعائلات، إضافة إلى ساحات فعاليات وساحات تزلج جبلية إلى آخره. هذا موقع من إحدى المواقع التي تزخر بها الأحساء والتي تستعد مبكرا لاستقبال زوار ومشجعي كأس العالم والذي سوف ينطلق بعد أيام في دولة قطر الشقيقة. طب خلينا نتكلم، من أنه هذا موقع عندنا مواقع عدة، خلينا نتكلم أكثر عشان نجذب السياح لنا. الأحساء أشبه ما يكون هناك ورشة عمل متكاملة مع عدد من الجهات الحكومية. هناك توجيهات يعني عليا في بقيادة سمو محافظ الأحساء، العملية تكاملية ما بين الجهات الحكومية وأيضا القطاع الخاص. نحن في أمانة الأحساء نقوم بالدعم والمساندة للعديد من المواقع التي سوف تتبناها العديد من الجهات. هذا المنتزه إضافة إلى سوق القيصرية، إضافة إلى منتزه الملك عبد الله البيئي، إضافة إلى المواقع التاريخية والتراثية والقصور والقلاع التي تزخر بها هذه المحافظة، إضافة إلى واحتها الغناء وواحة نخيلها التي يعني ترحب بكافة زوار الأحساء. حاب تقول كلمة أخيرة على قناة SBC؟ الأحساء وأهل الأحساء يرحبون بكافة زوارها من داخل المملكة وأيضا من خارجها، ونحن مستعدون بإذن الله تعالى. يعطيك العافية. شكرا لك. إذن بكذا انتهت تغطيتي، وخليني أرجع لزملائي في الاستوديو وإن شاء الله أني أكون غطيت لكم. ترى حسة مدينة جدا راقية وأهلها مرة مضيافين، ضف إلى ذلك أنها خلاص حدود على حدود قطر، وبالتالي دائما المسافرين يمرون للحسن.